المجموعات. ينتهي الانتظار والترقب بهدف ثاني للوداد بشكل ممتاز جدا. الوداد الى دوري المجموعات، الوداد الى دوري المجموعات. ايوب الخالقي في توب الهدف، في توب الهدف، في توب الجولياتور، في توب الجولياتور. هذه المناصره تطمن من هو في المغرب بان الوداد قد انتصرت وبان الامور قد حسمت والوداد الى دوري المجموعات. اليوم سنتابع وسنفكر جميعا في بلوغ الرجاء والوداد لنهائي دوري ابطال افريقيا لاول مره في تاريخ كره القدم الوطنيه. انتصار بعد شده يظهر زمان وموعد ووقت رجال الشدائد، رجال الانقاذ المسعفين.